الظاهر ما يفكر بتسجيل الاهداف، اخر اهتماماته انه يسجل اهداف، لان في الليغا ولا هدف 134 مباراه. هذا هو الهدف الاول، الهدف الاول ياتي لمصلحه برشلونه. هي مضت 15 دقيقه، بعدها بدقيقه واحده برشلونه يسجل الهدف الاول بواسطه نيمار، ونيمار الان يرفع اهدافه الى 19 هدف، وعناق برازيلي اسباني، ونيمار يحتفل بتسجيل الهدف الاول. مضت 15 دقيقه، لكن عند الدقيقه 16 تقريبا وشويه سجل نيمار الهدف الاول في هذه المباراه. تقدم مستحق الحقيقه لبرشلونه، لكن لاحظ الاعمال قبل ذلك التي اتت، وفي الاخير الكره اللي تهيأت والتمويه الجميل اللي لاحظناها، ولاحظ ميسي اللي يحول الكره، وصلت الى نيمار من ميسي الى جوردي البا. لاحظ يا سلام يا سواريز، لويس سواريز يترك الكره، لان نيمار في وضعيه افضل للتسجيل، وفي بعض الاوقات كان البعض يتحدث عن انانيه لويس سواريز، ولكن الكره الماضيه ما فيها اي انانيه على الاطلاق. هو الحقيقه نيمار الاقرب وفي وضعيه افضل لتسجيل الهدف الاول، وهذا ما كان نيمار يسجل الهدف الاول اذا لمصلحه البرشا. هنا يتقدم لويس سواريز، سواريز يسيطر على كورتو ويحولها الى انيستا، الى سواريز مره اخرى، تاتي فرصه تسجيل الهدف الثاني. جول لميسي برشلونه، 400 وجول واحد الان لميسي. الهدف الثاني تسبب في تسجيل الهدف الأول، يسجل الهدف الثاني، يصل إلى الهدف رقم 36، يحتفل مع نيمار، وبالتالي ميسي، والهدف الثاني لمصلحة برشلونة. طبعا الآن أصبح لميسي 400 وهدف في كل البطولات مع برشلونة، لكن لاحظ الأعمال الاحتيادية اللي قام فيها لويس سواريز، انيستا، لويس سواريز مرة أخرى إلى ميسي، وميسي يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. صارت 2-0، ما أدري والله، عاد يمكن بعد يمكن خمسة كامبانوت تكرر اليوم، لأن ما في ردة فعل على الإطلاق. 0-0 ما في شيء من إسبانيول، 1-0 ما في شيء، 2-0 ما في شيء، يمكن 3-0 لا أعلم، لكن ممكن تصير 5، لأن الشهية مفتوحة عند الجميع. ورغبة ميسي، نيمار، لويس.